في اخ سالني بيقول لي جاوبني بكل صراحه، اسمه دياب او تقريبا، نعم دياب، بيقول ايه؟ سؤال لك يا استاذ ابو حذيفه وارجو منك انك تجيب بصراحه. الاخ اللي بيقول لي انت ينفع ان انا اضرب مثال بعبد الله الشريف او بزوبع او كده وعمم على الشعب المصري؟ انا اولا ما عممتش على الشعب الفلسطيني. طيب هل الموضوع ده يا استاذ دياب لما انت بتقول لي هل استشهد بزوبع والاشكال القذره دي على الشعب المصري؟ اقول لك انت اصلا بتخلط، معلش يعني انت بتخلط ليه؟ لان انت لما تيجي تستشهد بمحمد ناصر على الشعب المصري، لا، محمد ناصر خاين لبلده وطلع بره وبيشتم في النظام وبيشتم في مصر. لكن محمد ناصر ده ما استشهدش بيه ليه؟ في فرق كبير جدا لما يجي مثلا، يعني مثلا محمد ناصر شتم واحد من السعوديه او شتم السعوديين او شتم النظام السعودي زي ما بيعمله، وواحد طلع رد عليه، هنا في فرق. ان محمد ناصر ده حاله فرديه، زوبع حاله فرديه، انت خدت بالك ازاي؟ معتز ده حاله فرديه، يعني انت تعدهم على اصابعك، يعني اصابع اليد الواحده، تلاقي المصريين اللي هم بيسبوا مثلا في دول الرباعي او بيسبوا في بلدهم قبل ما يسبوا في دول الرباعي، دي حاله فرديه. لكن انت شفت في مصر يا استاذ دياب، شفت في مصر عملنا فرح وشتمنا السعوديه مثلا؟ عملنا فرح وشتمنا فلسطين؟ عملنا فرح وشتمنا اي دوله؟ ساعتها ممكن تقول لي انت دول بقى ان ناخدهم مثال للشعب المصري. لكن حضرتك بتخلط، يعني معلش لما تيجي تسقط الامثله لازم تسقط الامثله كويس. محمد ناصر والاشكال وعبد الله والناس دي كلها دول مرتزقه معروفين، وبعدين هؤلاء مش ظاهره، يعني انت شايف ان في مصر الشعب المصري فيه ظاهره بتسب اي دوله عربيه حتى لو احنا كنا مختلفين معاها؟ قطر عدوة للأمة مش لمصر بس. شفت احنا عملنا فرح كده ولا حاجة ورقصنا فيه وشتمنا قطر زي ما بيعملوا أفراح في فلسطين وبيشتموا السعودية ويشتموا مصر؟ شفت في مسيرة في مصر حرقت صورة تميم؟ أنت شفت كده؟ مع إن تميم عدو. شفت مظاهرة في مصر أو مسيرة في مصر حرقت صورة الخنزير أردوغان؟ هو يا سيدي انا بقول لك هو بكل بساطه يعني. فلما تيجي تسقط المثال، واخد بالك ازاي؟ تبقى يعني معلش يعني تبقى تخليك ايه، ما تخلطش. لكن قام في ظاهره في فلسطين، ظواهر في فلسطين، في المسجد بيطلع المنبر ويسب في حكام العرب وفي السعوديه والمصلين وراه بيسقفوا له، يبقى دي ظاهره، دي مش حاله فرديه. في فرق كبير جدا جدا. فلما انت تقارن ما بين محمد ناصر وزوبع والناس دي بعبد السلام بلا عقل او بالفلسطينيين اللي بيطلعوا يسبوا ليل نهار او بحماس، انا بسال واحد فلسطيني وبقول له حماس يعني هم مش قادرين، يعني ليه بينتخبوا حماس في الشعب؟ قال لك ما يقدروش، يعني قال لي كده بالحرف، قال لي ثلاث ارباع غزه حمسويه. ده معناه ايه؟ دي ظاهره ولا حاله فرديه؟ فما تقارنليش من محمد ناصر والاشكال اللي هي الخاينه دي بالفلسطينيين اللي هم بيسبوا العرب. لا يعني جنابك الصواب في هذا. انا مش ضد الشعب الفلسطيني الشريف العروبي، لا ابدا. وانا بقول ارجع لقناتي، وانا يعني انا في ناس بتعيب عليا ان انا يعني بدافع عن الفلسطينيين، لكن انا المساله مش هي فلسطينيين او مصريين او غيره. التطاول اللي تم انا مش قادر استوعب بصراحه اللي قاله على عبد السلام عقل ده بصراحه. يعني عبد السلام بالعقل لازم يتمسح بكرامه اهله الارض، انا بكلمكم بجد. يعني انا دي طبيعتي، ما تقربش ناحيه بلدي وما تقرب. اذا كنت انا يا اخي انا اصلا لا اقبل ان حد يقرب ناحيه السعوديه او الامارات او البحرين أو الأردن يا سيدي أو السودان أو ليبيا أو الجزائر أو أي بلد، طالما إن هي بلد شريفة وما بتأمرش ضدنا ما عدا قطر. أنا بقول لك أهو. لكن لما يجي واحد يتطاول بهذا اللفظ يعني شذاذ آفاق، أنا الكلمة يعني جرحتني. ف
طلع تقول لي استاذ عبد السلام وتقعد بقى تتنمق معاه في الكلام، لا ما ينفعش.